حياكم الله أحبتي المشاهدين. تلعب دور رعاية المسنين دور مهم وأساسي في حياة كبار السن، وتحديداً عندما يلجؤون هؤلاء كبار السن إلى هذه الدور وهم لا حول لهم ولا قوة، وهم مجبرين غير مخيرين. حلقتنا اليوم تحمل في طياتها كثير من مشاعر الألم، مشاعر الحزن، ومشاعر الخوف. حلقتنا اليوم هي رسالة لكل أم وأب، وتحديداً للأولاد الذين يقومون بترك والديهم بحالة يرثى لها. إذن ليش لا سيناقش هذا الملف بالتالي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ترك هؤلاء الآباء والأمهات بهذه الحالة، وهل الدور الموجودة في العراق تكفي للعدد المتزايد يوم بعد يوم أم لا؟ تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا شوف هذا التقرير راجعكم. الآباء والأمهات نعمة من الله عز وجل منحنا إياها، فهم شموع مضيئة في منازلنا وبركة من العزيز الحكيم. وفاء بعض الأبناء تجاه والديهم بدأ بالتآكل وقابلوهم بالعقوق اللي ما يرضاها من يحمل من الإنسانية ولو الشيء البسيط. يعيشون كالغرباء في بيوت أبنائهم نتيجة لموجة العقوق الجارفة اللي اجتاحت بعض القلوب الصلدة مع تذوقهم لمرارة الإهمال والتخلي والنسيان، حيث المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة. الزج بالوالدين في دور المسنين في ارتفاع كبير في السنوات الأخيرة في مجتمعاتنا، وهذه الظاهرة هي غريبة على المجتمعات العربية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تعاليم الدين الإسلامي اللي تحث على بر الوالدين. لكن رياح الانفتاح اللي هبت من الغرب حملت وياها الكثير من الظواهر الإيجابية والسلبية أيضاً، وهي سبب من أسباب هذه الظاهرة. وحسب مختصين فإن التوعية والتثقيف والفهم لإدراك حقيقة احترام الأب والأم مهم في الوقت الحالي، ويجب التركيز على بناء البنية التحتية لأطفالنا أولاً، ولا نقول نبدأ من البيت فقط بل من المدرسة والإعلام والمساجد، فكلنا سنمر بهذه المرحلة المتقدمة من السن. فقبل الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة يجب أن نعلم وندرك كما تدين وتدان. أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير طبعا مؤلم جدا وصعب جدا عندما نشاهد كبير بالسن وهو يرمى في دار المسنين أو يرمى في الشارع. صعب جدا عندما هذا الشخص كان راعي ومسؤول، كان هو اللي يوفر كل احتياجات البيت، فجأة بين ليلة وضحاها أنه هذا الشخص ينترك من أقرب الناس إليه. كمية الحزن والفشل والألم اللي يحملها هذا الشخص وهذا كبير السن إلى دار المسنين يعني جدا صعبة وما توصف. يحمل معاه مشاعر إنه هو اللي الأمور اللي سهرها واللي تعبها واللي من أجل تأمين عيشة كريمة لأولاده، بالتالي يتم مجازاته بهذه الطريقة السيئة، عدم احترامه وتقديره وعدم إنه الإحساس ب كمية التعب اللي تعبها. هذه الأم عندما ترمى في دار المسنين وهي كانت بأصعب حالاتها وأمورها في سبيل تأمين عيشته، كم من الليالي اللي سهرتها في سبيل إنه هو يشفى إذا كان مريض أو إنه إذا كان حزين ساعده على التخلص من حزنه أو تفاصيل كثيرة وعديدة. لكن فجأة إنه يذهب هذا الشخص إلى غرفة يسودها الصمت، وأن هذه المجازاة بالتالي تكون سيئة جدا لهؤلاء الآباء والأمهات. بعض الآباء والأمهات هم حالتهم ميسورة، يمتلكون راتب تقاعدي أو عندهم أملاك، لكن رغم هذه الأمور أيضا يتركون من قبل أولادهم. نشوف البعض من الأولاد يقومون بالاستيلاء على ممتلكات والديهم، بالتالي بعض كبار السن يعرضون للتعنيف وبالتالي يرمون في الشارع. تفاصيل وأسباب كثيرة، عندما نجي نسأل الأولاد ما هو السبب الحقيقي نشوف أعذار عجيبة تبرر وهي ليس لهم حق بتبرير هذه الأفعال اللي يقومون بها، بمعنى آخر عذر أقبح من ذنب. إذن أحبتي المشاهدين، دور رعاية المسنين تحمل في طياتها كثير من القصص، وقصص غريبة وعجيبة. تعالوا معنا
لنستمع إلى بعض القصص التي تصل إلى دور رعاية المسنين وكيفية التعامل مع هذه القصص، وما هي النصح والإرشادات اللي تقدم من قبل القائمين على دور رعاية المسنين للأولاد الذين يتركون أبائهم أو أمهاتهم. تعالوا نشوف هذا الجواب وراجعكم. العدد النزلاء في دار مسنين بغداد الرشاد يتراوح كمعدل متوسط أسبوعيا بين الازدياد والنقصان، حيث بلغ عدد المسنين من الذكور والإناث لغاية هذه اللحظة يتراوح من 150 إلى 160 مسن ومسنة موجودة حاليا في الدار، والأعداد في تزايد وحسب الإحصائيات الموجودة في الدار، وخصوصا يعني تزايدت هذه الإقبال على الدار بعد عام 2014 بدأت بالتزايد. أن سبب تزايد الحالات هي بالحقيقة كثيرة، لكن من ضمنها الوضع المعيشي والاقتصادي للعوائل وعدم تمكنهم من مراعاة كبير السن الذي يحتاج إلى عناية خاصة وعناية صحية وطبية. من الأسباب الأخرى الجهل بالعواقب يعني في الدنيا والآخرة، سوء التربية هنا يدخل كسبب أو عامل لعقوق الوالدين أو لازدياد رمي الآباء في دور المسنين. أن سوء التربية أكو بعض الآباء يدللون أولادهم وما يهتمون بتدريبهم على البر والطاعة والحب والاحترام لكبير السن، وأيضا رفقاء السوء تدخل ضمن هذا المحور، وعدم العدل بين الأبناء، يعني يبدأ بعض الأبناء بإظهار التسلط وتبديل أسلوبه عندما يتعامل الأبوين بأسلوب غير عادل بينه وبين إخوته. من ضمن هذه الحالات الرغبة بالراحة، يعني هنالك من يود من بعض الأبناء الارتياح من الأبوين نتيجة كبرهم والتملص من خدمتهم وبالتالي تركهم في دور المسنين، لكن الدستور العراقي نصت المادة 29 الدستور تقول يعني بما معناه أو تضمنت وجوب رعاية الأبناء للآباء والاهتمام بهم عند الكبر. ومن يعني من الجدير بالذكر ومن الأولويات هو تفعيل القانون العقوبات العراقي في الاعتداء سواء كان لفظي أو جسدي أو ضرر نفسي أو أدبي، بالإمكان معاقبته وفق المواد 410 و416 من قانون العقوبات العراقي. طبعا من أغرب الحالات الموجودة بالدار وهي كثيرة بالحقيقة، لكن بعد استقبالنا الرجل كبير في السن تم طرده من بيته وما اضطر للعيش في الشوارع بسبب زوجته وأخوتها بعد تحويل البيت باسم الزوجة والاستيلاء على جميع أملاكه، وكل العقارات اللي باسمه تحولت هي باسم زوجته يعني بمساعدة أخوة الزوجة. بعد ما استقبلناه تم التواصل مع بناته، لكن للأسف الشديد في كل اتصال يتم بين الأب وبناته يعني البنات يتعرضن للعنف والتهديد والتعذيب بسبب تواصلهن مع الأب، ووصلت مرحلة أنه يتركوهن أو يرموهن في الشارع في حال تكرار الاتصال بالأب، لكن بفضل الله وجهود الإدارة والكادر تم تغيير الواقع لهذا الرجل الكبير بالسن، حيث تم تزويجه بإحدى المسنات الموجودات في الدار، مما ساعدنا على تغيير العامل النفسي وتغيير الواقع اللي هو عايشه، يعني الانتكاسة اللي عاشها، الظروف اللي مر بيها، قدرنا انه نعيد لم شمله بناء عائلة جديدة والعيش بحياة كريمة. احبتي المشاهدين، طبعا شهد العراق في الفترة الاخيرة مثل هكذا حالات بكثرة، تحديداً عندما نطلع على مواقع التواصل الاجتماعي شاهد قصص غريبة، قصص يعني لكل مسن عنده قصة خاصة، بالإضافة إلى أنه هذا المسن هو يتعرض إلى الحالة النفسية ويعني مشاعر كثيرة تتخالط عنده، بالتالي يصل إلى مرحلة الاكتئاب، وهذه مرحلة جداً صعبة لكبير السن. عندنا في العراق أنه كبير السن عندما يصل إلى
عمر 70 و80 يقول لك انه بعد ايش ينتظر من عمره، او بالتالي يقول لك يعني المسن يحس نفسه انه ما ضل شيء واني راح اودع بهذه العاميه. لكن نشوف انه رغم هذه الاليه ورغم هذا التفكير انه هذا الاب يسهر ويخرج الى الشارع وهو بهذا العمر 70 او 80 او 60 من اجل تامين عيشه اولاده. يعني هذه حالة أنا أعرفها شخصياً، إنه أب يمتلك 4 بنات، بالتالي هذا الأب وهو بعمر 70 يخرج لي الشارع ويبيع الكلينيك، بالتالي تسأله ليش يقول لك بناتي كليات ومراحل موصلي مراحل متقدمة بالحياة وبمراحل العلمية. طبعاً هنا يعني نشوف إنه رغم هذه السلسلة أو هذا الشريط حياته اللي مر به، بالتالي رغم هذا الوقت اللي يحتاج إلى الراحة أيضا يسهر ويخرج ويتعب حتى يأمن عيشة أولاده. هذه الحالة نحتاج أنه إحنا نهتم به. طبعا موضوعة أنه ترك الوالدين موضوع صعب جدا، طبعا موضوع يحتاج إلى رعاية. طبعا أنه عند الله سبحانه وتعالى الأب والأم يعني مكانة عظيمة ومكانة مقدسة علينا أن احنا نلتزم بها، بالتالي نحتاج إلى توعية أكثر. عندما تسأل وعندما بحثنا بموضوع حلقتنا لليوم وطلعنا على كثير من القصص بإعدادنا للحلقة، وجدنا أن السبب الأبرز بترك الأولاد لآبائهم أو أمهاتهم هو الزوجة. الزوجة تجبر الزوج بأن هو يتخلى عن أمه أو أبوه. هنا المشكلة الأكبر أنه هذا الولد يخضع لزوجته متناسي، أنه عدد السنين والمراحل اللي مر بيها مع أمه أو أبوه تصل إلى 20 سنة 30 سنة حسب عمر الولد طبعا، ويتمسك بمن يعرفه لمدة سنة أو سنتين أو أشهر. إيش قد صعب على الأم والأب عندما يتعرف هذا ابنهم على الشخص بمدة قصيرة، وأنه هذا الأب ينترك أو يترك من قبل ابنه بسبب هذه الحالة البسيطة. هنا الولد متناسي موضوع حقوق الوالدين، يتناسى موضوع أنه كما تزرع تحصد، وبالتالي كما تدين تدان. هنا الحياة هي عبارة عن رحلة، بالتالي ممكن أنه هذا الشخص أو هذه الزوجة تكون بهذا المطب. حقيقة الأسباب الأخرى أيضا هو أنه يبرر هذا الولد أنه عدم قدرته على رعاية أبوه أو أمه، بالتالي أنه هو ما يقدر يأمن لهم أو مصاريفهم أو تفاصيل كثيرة. أما إذا كان الأب والأم أصحاب يعني أمراض مزمنة أو عاجزين، هنا طامة كبرى وكارثة. أحبتي المشاهدين، السؤال الذي يطرح الآن بهذا الموضوع تحديدا، هل التربية لها دور بهذا الموضوع؟ هل أنه مثلا عدم تأمين أو عدم رعاية أو عدم الاهتمام بالأولاد هو إلى سبب بالتالي أنه هذا الولد يكون من السهولة أنه هو يتخلى عن الأب والأم؟ تعالوا نشوف هذا الجواب أحبتي المشاهدين وراجعين. في بداية الحديث لا يمكن اختزال التربية تحت مظلة أو جانب معين، ولكن يمكن الخوض في موضوع التربية من 3 محاور، اللي هي التنشئة الاجتماعية وما نقصد به العلاقات الأسرية والتغذية، القيم والمودة والمحبة والأخوة والأخلاقيات داخل الأسرة من قبل الأب والأم بين الأبناء أنفسهم، وكذلك العلاقة التي ترسمها بين الزوج والزوجة في طبيعة التعامل، وكذلك المشاكل التي لها دور مهم وانعكاس كردود أفعال على الأطفال في عمر صغير. يمكن وضع المظلومية سواء كان للأب أو الأم الذي يولد الكراهية في المستقبل. هذا جانب نفسي صعب يمكن الخوض به، يعني يحتاج إلى وقت طويل.
هنالك جانب آخر اللي هي العادات والتقاليد. إحنا اليوم نعيش في مجتمع عشائري، هنالك كثير من العادات المكتسبة من خلال الأقارب والأقران، سواء كان في المدرسة أو في العمل أو في الجامعة أو في ملاحظة مواقف معينة، تكون ردود أفعال تارة إيجابية وتارة سلبية. إحنا اليوم نعيش في عصر العولمة، عالم القرية الصغيرة، ودخول الكم الهائل من التكنولوجيا والانفتاح التكنولوجي قد يشكل تارة عائقاً، يشكل عفواً جانباً إيجابياً وتارة عائقاً في موضوع التربية. هنالك أيضاً عامل مهم هو التوجه والعاوز الإعاز الديني التي تتبنى جميع الكتب والأديان السماوية وفق مبدأ الإنسانية من خلال توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، كذلك بين الأسرة من خلال الجانب المادي والجانب المعنوي التي تتمثل في الضغوط النفسية التي قد يتعرض إليها الولد أو البنت بسبب حالة رفض الزوجة أو رفض الزوج استقطاب الأب أو الأم بسبب الجانب الاقتصادي. جميع ما ذكرناه من هذه المقتطفات من المحاور الثلاثة تعطينا الخلاصة والصورة الأساسية لمفهوم التربية التي ذكرناها في الجانب الأول اللي هي التنشئة الاجتماعية أو التنشئة السليمة للأبناء التي يعتمدها أو تعتمدها الأسرة، لأن هي مسؤولية تشاركية بين الأب والأم. أحبتي المشاهدين، الآن نتحدث عن دور رعاية المسنين الموجودة في العراق. طبعاً إذا جينا وشاهدنا وقارنا العدد الموجود من كبار السن اللي هم محتاجين لهذه الدور مع الدور الموجودة، فهو العدد لا يكفي نهائياً. تحديداً نتحدث عن بغداد. بغداد تقريباً يصل عدد سكانها أكثر من 8 ملايين يعني نسمة، وبالتالي إذا جينا قلنا كم دار موجودة للمسنين، دور حكومية طبعاً، نشوف أنه هي داراً. بالتالي هذه العملية وهذه الآلية هي ما متناسبة مع العدد الموجود. نحتاج إلى يعني توفير دور رعاية أكثر، يعني نحتاج إلى وعي أكثر، نحتاج إلى أن الجهات المختصة والمعنية بهذا الموضوع تعي خطورة هذا الملف وتقوم بتوفير دور أكثر، تقوم بتوفير أو توسعة الدور الموجودة. نحتاج إلى تعديل بعض القوانين بما يخص استقبال المسنين بهذه الدور، لأن هناك عمر محدد لاستقبال هذه الدور. بعض الحالات تصل إلى دار المسنين طبعا مو ضمن القواعد وضمن العمر المحدد، لكن هي مجبرة، أو بعض الحالات تصل إلى هذه الدور وهنا يكون الدار هو لا يسع إلى استقبال عدد آخر أو فرد آخر. هنا الشخص شي يسوي؟ وين يروح؟ صعب جدا انه ان احنا نشوف انه هذا الشخص انه هو لا مرحب به من قبل اهله ولا من قبل الدار اللي هو يعتبره الملجأ الوحيد اللي راح يعيش بامان. اذا يجب ان نعلم انه كبار السن هم احدى شرائح المجتمع الكبيرة، وهم يمثلون فئة او طبقة خاصة من افراد يتمتعون بمكانة وقيمة مكانية وانسانية عالية، لذا وجب علينا احترامهم. مو فقط انه احترام الابناء لابائهم وامهاتهم، لا، حتى احنا كمجتمع احنا نشاهد شخص كبير بالسن وهو في الشارع يتجول او تفاصيل كثيره، وجب علينا احترامه، لان بعض الامور وبعض المشاهد اللي نشاهدها يعني بصوره عامه انه تكون هذا كبير، كل هذا كبير السن هو منبوذ، او هذا كبير السن هو تنظر اليه نظره هي مو حلوه بحقه وبحق شيبته. احبتي المشاهدين، في الوقت الحالي اينما مررت واينما توجهت تجد كبير في السن يا اما يتسول او يفترش الشارع وينام. فهنا نحتاج الى وعي اكثر، نحتاج الى
ثقافة أكثر بطريقة التعامل مع هؤلاء أو هاي الفئة يعني المحددة. طبعا مشكورة منظمات المجتمع المدني ومشكورة الفرق التطوعية بهذا الخصوص برعاية هؤلاء الكبار السن. بالتالي لا تزال بعض برامج اللي تهم كبار السن هي برامج خجولة أو تكون هي ما موجودة، فنحتاج إلى أنه تتوفر هذه البرامج، نحتاج إلى دور أكثر، نحتاج أنه توسعت هذه الدور. فالسبب هنا أو السؤال هنا اللي يطرح، ما هي أسباب عدم وجود دور مسنين بعدد كافي؟ ولأن باعتبار أنه الدور الأهلية هي ما تستقبل أصحاب الإعاقة أو اللي عندهم يعني مشاكل صحية صعبة، باعتبار أنه ما يحق لهم، بالتالي أنه وجب على الحكومة أن توفير هذه الدور. فتعال نتعرف إلى أسباب اللي تؤدي إلى عدم وجود دور بعدد كافي. شوف الجواب راجعي. يعني حقيقة فيما يخص دور المسنين الموجودة في بغداد بالوقت الحاضر، هناك داران في بغداد حكومية طبعا تابعة إلى دائرة العدل والاحتياجات الخاصة محافظة بغداد، في بغداد واحدة في منطقة الرشاد والآخر في منطقة صليخ. طبعا يضم في طياتها كبار السن من الفئات المشمولة، وحقيقة تقدم لهم الخدمات على مستوى عالي بما هو مطلوب وممكن. طبعا بالإمكان أنه اليوم أخذ بنظر الاعتبار الأعداد المتزايدة للمسنين والحالات يعني التفكك الأسري اللي نشهده حقيقة في هذا الوقت. طبعا هذا الموضوع محتاج إلى أنه تكاتف وجهد حكومي ومحلي مركزي ومحلي في سبيل أنه اليوم أن يتم توسيع نطاق الدور الموجودة في بغداد. حضرتك تعرف أنه اليوم هذا الموضوع محتاجين إلى يعني تهيئة الوسائل المطلوبة من الأرض والبناء والكوادر الخدمية المطلوبة لإنجاح هذا الملف. طبعا هو موضوع ليس بالسهل بما هو سهل حقيقة. اليوم تعرفين هذا الموضوع مطلوب بمعايير خاصة بالكادر الوظيفي الموجود والبناء المطلوب لأجل أنه إنجاح هذا المشروع في بغداد. طبعا اليوم الأعداد الموجودة في الدارين هي في ازدياد، ومع قلة الكادر الوظيفي أو حقيقة يعني إحنا نعاني من هذا الموضوع وبشكل مستمر ابتداء من عام 2017 منذ عملية فك الارتباط عن وزارة العمل، لغاية هذا اليوم لم يتم تعيين شخص واحد في دائرة العدل والاحتياجات الخاصة، مما انعكس سلبا على تقديم الخدمة. اليوم قلة الكادر الوظيفي، انعدام التخصيصات المالية، ولدت لدينا فجوة بالعمل. أحبتي المشاهدين، عندما نجي نقارن هذا الموضوع مع بقية الدول، طبعا الدول المتطورة انشأت بها دور رعاية المسنين لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية الخدمية، يعني من مهامها الأساسية هي رعاية هذه الفئة. بالتالي انه لان صعب عندهم انه هذا الشخص وهذا كبير السن في خلف عمره انه هو يسجن او يقيد، بالتالي يقومون بكل ما بوسعهم من اجل تامين عيشه كريمه لهذا الشخص. نبتدي بالسويد او السويد، تعتبر الرعايه الصحيه والاجتماعيه من المهام الاساسيه في سياسه الرعايه الاجتماعيه السويديه. بالتالي يطلب طبعا من البلدية السويدية انه اثناء تخصيصها للاسكان والمناطق السكنية انه تقوم بتلبية احتياجات كبار السن، وهذه النقطة الأساسية والمهمة. طبعا هنا الموضوع يعني يوصلنا الى مرحلة انه ايش قد مهتمين بهذه الفئة، وايش قد انه هم يعون انه هذه الفئة هي فعلا محتاجة الى رعاية واهتمام. نجي إذا يعني هذا الموضوع موجود حتى بقوانينهم وبحياتهم الأساسية ويعملون به يعني صار لهم زمن. بالتالي هنا نحتاج إلى بعض النقاط، وهي أنه بكبار السن بحالة طبيعية وبعض المجتمعات أنه تقع مسؤوليتهم أو رعايتهم على الأبناء أو ذوي القربى يعني. بالتالي هنا بالسويد لا، هذه المسؤولية وهذه الرعاية وحتى مثلا الخدمات الصحية أو الطوارئ وغيرها من التفاصيل، هاي تقع على عاتق البلدية السويدية أو مجلس المحافظة.
هم المسؤولين عن تأمين هذه العيشة الكريمة، وأنه هم يحسسوا أن هذا الشخص من حقك أنه تعيش هذه العيشة، من حقك أنه تكون بأمان وأنه تكون حياتك بجودة عالية. أحبتي المشاهدين، هنا نشاهد أنه كمية الاهتمام بهذه الفئة، لأن يعتبرون هم يعني فئة محتاجة إلى فعلا رعاية، لأن خلال التعب اللي تعبوا وخلال المراحل اللي مروا بيها من حقهم أنه يعيشون عيشة كريمة من غير التأمين الصحي، من غير التفاصيل، من غير إشراكهم بنشاطات خاصة لهذه الفئة. وهنا شقد يحاول أنه هذا المسن يحس بأمل بالحياة وبالتالي أنه هو يستمر بالعطاء. هنا في العراق لا، هنا كبير السن مهمش، هنا لا ينتظر أجله، يقول لك ما ضل شيء وأنا رايح. فتعالوا معنا أحبتي المشاهدين لنسأل هذا السؤال، ما هي يعني المحددات والضوابط اللي وضعها ديننا الإسلامي الحنيف اللي يهتم اهتمام كبير بالوالدين؟ تعالوا نشوف ما هي هذه الضوابط واللي تخص الوالدين وتعامل الأبناء مع الوالدين، نشوف الجواب وراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. للحديث عن حق الوالدين وكبار السن لابد من النظر إلى القرآن الكريم، حيث أولى القرآن في آيات متعددة اهتماما كبيرا بالعلاقة وتنظيم تلك العلاقة بين الأولاد والأبوين، وكذلك بالنسبة إلى كل كبار السن، حيث نجد في آية يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن وظائف أهل البيت تفسير الإحسان، حيث يقول الإمام الصادق: أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. في آية أخرى في سورة الإسراء يقول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني قال الإمام: إن أضجرك فلا تقل لهم، أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضربك. وعن قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، يقول الإمام: إن ضرباك فقل لهما غفر الله لك. وقال الصادق عليه السلام: أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه. أيضا نجد في ضوء قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يقول الإمام أيضا: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوقهما أو فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. وعندما نرى مثلا قول الإمام في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يقول الإمام علي بن موسى الرضا: إن الله عز وجل أمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. أيضا يعني أراد الأئمة صلوات ربي وسلامه عليهم أن تبقى منظومة الأخلاق في الأمة حية فعالة، انطلاقا من حرصهم الدائم على سلامة المجتمع الإسلامي، يعني حتى لا يتردى أفراده في مهاوي القلق والضياع. وعليه فقد حثوا على التمسك بالقيم الأخلاقية في تعامل الأولاد مع والديهم، بحيث تتحول إلى طبع يطبع سلوك يعني لدى الأبناء. في هذا الصدد مثلا نرى الإمام علي سلام الله عليه يقول: بر الوالدين من أكرم الطباع. حفيده الإمام الهادي يقول: العقوق ثكل من لم يثكل، يعني يوصل إلى مرحلة الثكلة، هذا يعتبر من الثكل. وكذلك لم يبق آل البيت عليهم السلام مسألة عقوق الوالدين في أطار التوجهات القرآنية مثلا فقط، أو مجرد استثارة الدوافع الأخلاقية، بل حددوا الحكم الشرعي لهذه المسألة الحيوية، بحيث أنه اعتبر الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه بر الوالدين أكبر فريضة،
أكبر فريضة يعني. اعتبروه من الواجبات من الفرائض. الباقر سلام الله عليه يقول ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة. ماكو رخصة، ماكو مسامحة. ماذا يا ابن رسول الله؟ يقول أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كان أو فاجر. يعني هنا مثلا لابد الجدير بالذكر أن نذكر أن الإسلام لم يربط حقوق الوالدين بقضية الدين، يعني ضرورة كونهما مسلمين، بل أوجب رعاية حقوقهم بمعزل عن ذلك. يقول الإمام الرضا بر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية الخالق. ولم يكتفي الإمام الرضا عليه السلام بتبيان الحق، بل كشف الحكمة من وراء هذا التحريم بقوله حرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله عز وجل والتوقير للوالدين وتجنب كفر النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية بعلة ترك الولد ترهما. يعني من تمعن في هذا النص نجد نظرة أرحب وأعمق لحق الوالدين، وكون القضية لا ترتبط بالجانب المعنوي المتعلق بحقوق الوالدين فحسب، بل لها آثار واقعية على مجمل الكيان الاجتماعي وعلى الأخص فيما يتعلق بمسألة حفظ الجنس البشري من الانقراض والاستئصال. أحبتي المشاهدين، ننتقل سويا إلى دولة أخرى وهي تركيا. تركيا تهتم اهتمام كبير بهذه الفئة باعتبار أنه هي فئة مهمة وشريحة مهمة في المجتمع. تمتلك تركيا دور للمسلمين بعدد كبير طبعا، وهناك أيضا شروط لدخول هذه الدور، منها أنه إذا كان الشخص وما يمتلك عمل أو ليس له القدرة على العمل، إذا كان حتى الأطفال من عمر 3 إلى 18 سنة وهم ما عندهم شخص يرعاهم أو يهتم بهم أيضا هي معنية بهذا الموضوع، وبالتالي حتى المتزوجين اللي عندهم تقرير طبي أو إثبات أنه ما عندهم شخص يرعاهم أو محتاجين إلى رعاية صحية أو رعاية نفسية أيضا لهم الحق يكونون بهذه الدور اللي ترعى المسلمين. طبعا هذا الموضوع قد ينمي عن موضوع انه مهتمين بهذه الفئه، بالتالي اكو نقطه مشتركه بينه وبين تركيا، هي فقط انه اذا كان هو يمتلك امراض معديه ما يستقبل طبعا بالدار، او يكون هو مختل عقليا، فقط هذه النقطه المشتركه. أحبتي المشاهدين، طبعا قبل فترة أعلنت وزيرة الأسرة ويعني بهذا الخصوص التركية طبعا أعلنت أنه راح تفتتح دور للمسلمين في نهاية 2023. عدد هذه الدور هي 23 دار، بالتالي بسعة تصل إلى 2320 يستقبل أو تستقبل هذه الدور السعة الإجمالية. طبعا هنا نشوف أنه مدى الاهتمام هذا يؤدي إلى أنه هدف هو من عنده تأمين حياة سليمة وتكون ببيئة يعيشون ببيئة أسرية وتكون بيئة طبيعية بيئة آمنة. تمام، هذه النقطة مهمة جدا. بالتالي هذه الدور أيضا توفر أصحاب اختصاص بما يخص مثلا أطباء اختصاص مثلا النفسيين أو باحثين اجتماعيين أو تفاصيل كثيرة. أن قلنا هذا المسن مهما توفرت للأمور، لكن رغم هذا يمر بحالة من الاكتئاب وتبقى هذه الغصة في القلب بما أنه هو اللي شافه من أهله وأقاربه وأولاده وغيرها من التفاصيل. بالإضافة إلى أن هذه الدور توفر يعني دورات للتدريب تأهيلهم، بالتالي هناك دورات للخياطة، دورات للحياكة، دورات لإشراكهم في الرسم، يعني ينمون هواياتهم وقدراتهم، بالتالي يقومون بعيشهم نهاية عمرهم بعيشة كريمة
ومناسبة لشيبتهم ولكبرتهم واحترام هذه الشيبة. أحبتي المشاهدين، هذه الأمور هي تعمل على أنه يتنسيهم مدى الألم اللي تلقوا من أولادهم من أقاربهم. أحبتي المشاهدين، كان رأي المواطن بحلقتنا لهذا اليوم حاضر، تعالوا نشوف شنو قال عن هذا الموضوع وشو الأسباب برأيه اللي أدت إلى هذه الحالة أو تفاقمها. نشوف الجواب وراجعين. والله هذا الموضوع يعني موضوع مؤلم جدا حقيقة. تشوف ناس كبار السن يعني وصلوا مرحلة بعد أنه ما يقدرون يقدمون طاقة للآخرين، فهم بالمقابل يحتاجون ناس يعني تساعدهم أو توقف وياهم. فتشوف دار العجز حاليا خاصة بهذا الظرف يعني مملوء بالكبار السن. أكو مثل يقولون عليه أهلنا أنه الآباء سلف ودين، شنو يقدمون هم الأبوهم وهم أولادهم راح يقدموا لهم. أكيد طبعا التربية لها دور مهم جدا بهذا الموضوع، أنه الآباء أهم شيء يزرعون بين أولادهم، يزرعون الحب، يزرعون التعاون، يزرعون الإيثار. الإيثار فشيء جدا مهم بين الأبناء، أنه الأبناء واحد يعني مثلا هسه نعلم أطفالنا، إحنا من يريد يشتري حاجة نفسه يفكر بأخوه، فهذا راح يكبر وياه للكبر وراح يفيدهم لما يتزوجون، أنه هم راح يزرعون نفس الشيء بأبنائهم، يخليهم يوصلون مو نقول مثلا فد نسبة كبيرة يعني جدا أنه يهتمون بأبائهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. احنا مع الاسف شديد نلاحظ هواي عوائل وهواي من الابناء يرمون ابائهم بعد ما يطعن الاب بالسن ويكبر بالسن ويصبح انه عاجز عن يعني عاجز عن اداره اموره واداره حاله. فنلاحظ انه حالات غريبه اصبحت عندنا في المجتمع العراقي وهي بعيده اصلا كانت عندنا، هاي انه الابن يروي ابنه ابوه او امه في دار المسنين بعد أن ضحى هذا الأب وضحى عن شبابه ومستقبله على خاطر أطفاله. وأنا نحن نعتقد أنه هي سبب هاي المشاكل كلها أنه على ما نظن يعني أنه الزوجات والمشاكل الزوجية بين الابن وزوجته، أنه يضطرون أنه يرمون أباهم في دار المسنين. طبعا هاي من المشاكل الأساسية لأنه تفكك الأسرة، لأنه يقول لك مثل كما تدين تدان، يعني باكر الابن مثل ما فعل بأبوه ورمى بدار المسنين وتخلى عنه بشدته ومحنته ومرضه، أبنائه كذلك يفعلون به، لأن يعني هي سنة الحياة كما تدين تدان. والله يحتاج توعية ويحتاج أنه من المجتمع، علماء الدين، علماء المثقفين، الشباب، التوعية يعني مستمرة على الموضوع، بوسترات، صحف، قنوات، مدارس، مجالس دينية، يحتاج لهذه التوعيات. والله أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لليوم يجب نركز على بعض النقاط. هي أولا توفير دور رعاية المسنين بعدد أكبر حتى يستقبل العدد الموجود لمن لا حول لهم ولا قوة. ثانيا يجب توفير أطباء أصحاب اختصاص، أطباء نفسيين، توفير برامج توعوية ونفسية للموجودين حاليا في الدار، لأن كمية الألم اللي يحملوها صعب جدا إنه هي يعني تنزال. بالتالي نحتاج إلى توفير أطباء اختصاص. ثالثا يجب أن تكون هناك قوانين تحمي كبار السن من الأولاد ومن كل شخص يقوم بأذيتهم. يجب أن تكون هناك برامج توعية خاصة بالمدارس، بالجامعات، لكل من يهم الأمر وصغير وكبير، أنه يكون رسالة بمدى خطورة هذا الموضوع، لأن يجب أن نلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله، صدق رسول الله. ونصيحتنا الأخيرة لكل أم ولكل ولد ولكل بنت بأن يتداركوا الأمر قبل أن تتلوث النفوس بسواد المشاعر وبالآثام، وقبل أن يحل عليهم سخط الخالق والمخلوق. إذا أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.